السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، ازيكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. اهلا وسهلا بيكم. فيديو النهاردة هشارك معاكم وصفة جميلة جدا، وصفة 100% مغربية لعلاج تجاعيد اليدين وفي نفس الوقت لتسمين اليدين بالنسبة للبنات والستات اللي بتشتكي من بروز العروق في ايديها. وطبعا مظهر اليدين خصوصا عند الستات لازم يكون جميل وايديها يكونوا ناعمين ومليانين. وفي كتير بنات بتلجأ لمراكز التجميل عشان تعالج مشكلة العروق البارزة في الايدين وعلاج ايضا التجاعيد والاسمرار على مستوى اليدين. بس المشكلة هنا انه العلاج باهظ الثمن ومحتاج جلسات متكررة. النهاردة جبت لكم وصفة هتغنيكم بإذن الله عن كل الحاجات دي، لكن لازم المداومة عليها طبعا، لأنه عشان نتخلص من التجاعيد والإسمرار والعروق البارزة محتاجين شوية صبر وشوية وقت والمداومة على الوصفات بتاعتنا. على بركة الله هنقوم نحضر الوصفة بتاعتنا. اول حاجة هنا هنعمل مقشر للايدين وبعدين نمر للوصفة الخاصة بتسمين اليدين وعلاج العروق البارزة. اول حاجة عندي هنا انا محتاجة سكر وشوية عسل ولبن زبادي، محتاجة معلقة سكر، سكر ابيض او سكر بني، وعفوا معلقة زبادي، وبعدين اضيف معلقة صغيرة من العسل الطبيعي. اقلب المكونات كويس جدا. واخد كمية افرك بيها ايديا كويس. زي ما انتوا شايفين الحبيبات بتاع السكر بتساعد على تقشير اليدين وازالة الخلايا الميتة. وفي نفس الوقت المكونات دي بتفتح لون اليدين وبتديها نعومة ورطوبة، يعني تحاولي تفركي ايديكي بالمقشر ده لمدة خمس دقايق الى 10 دقايق، كافية جدا. وبعدين تغسلي ايديكي ونمر للوصفة التانية. وتاني وصفة هنا حبايب قلبي عبارة عن قناع لليدين لإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة وعلاج بروز العروق بالإيدين. وعلى فكرة الوصفة دي ممكن تعملوها للقدمين أيضا، للبنات اللي عندها عروق بارزة بالقدمين أو عندها اسمرار أو تجاعيد، أيضا الوصفة دي تصلح ليها. اول مكون اساسي عندي هنا زي ما انتم شايفين الخميرة البلدية، هي دي اللي بنحضرها بدقيق الشعير او دقيق القمح الكامل، ولازم يكون شعير او قمح كامل. طريقة التحضير بناخد كمية من القمح الكامل او من الشعير ونخلطه مع اللبن، وممكن نضيف عليه شوية تمر عشان نحصل على خميرة بلدية. وزي ما انتوا عارفين انه الخميرة العربية او الخميرة البلدية غنية بفيتامين اي وبي اللي بتنعم البشرة وتوحد لونها. والمعروف عن الخميرة يعني اذا حطيناها على اي منطقة بتزيد وزنها، كمان بتحارب التجاعيد وبتحارب الشيخوخة ايضا. ومحتاجة هنا مية ورد
واخر حاجة هنحتاجها لما نحط القناع زي ما انتوا شايفين النايلون. اخد طبق زي ده، اخد كمية يعني قطعة صغيرة من الخميرة كافية جدا، واضيف عليها شوية مية ورد مقدار معلقة او معلقتين عشان ادوب فيها الخميرة بتاعتي، واقوم ادوب ابتدي ادوب العجينة دي. زي ما انتوا شايفين محتاجة شوية وقت عشان ادوبها. ممكن نضيف معلقة صغيرة من العسل، طبعا إذا عندك عسل، ما عندكيش بلاش، حتى العسل بيساعد على إن الخميرة تخمر مرة تانية لما نحطها على إيدينا ورجلينا. وأحاول أدوب القطع الباقية هنا. دي الخميرة بعد ما دوبتها، على فكرة اخدت مني عشان ادوبها في مية الورد تقريبا 5 إلى 6 دقائق، فالافضل انكم قبل استعمال الخميرة دي انكم تنقعوها في معلقة او معلقتين من مية الورد عشان تدوب كويس جدا، عشان يسهل استخدامها. اخد كمية من الخميرة وأفردها على يدي، افرديها على كل ايدك زي ما انتوا شايفين. واخر مرحلة هي ان لازم اغطي ايدي بنايلون او بكيسة بلاستيكية عشان تختمر الخميرة، وعشان تدينا مفعول على ايدينا. في اخر الفيديو هوريكم ازاي انا غطيت ايدي بالنايلون. زي ما انتوا شايفين دي افضل طريقة عشان تحصلي على نتيجة افضل، ويفضل ترك القناع ده على ايديكي او على رجليكي لغاية ما تجف تماما، وبعدين اغسلي ايديكي بمية دافية او مية باردة. واخر مرحلة وهي الاهم هي ترطيب البشرة، بشرة الايدين وبشرة الرجلين، لان الترطيب هو اهم حاجة عشان تحافظي على نعومة ايديكي وشباب بشرة ايديكي. واخر مرحلة زي ما قلنا هي مرحلة الترطيب، اللي بتعتبر اهم مرحلة عشان نحصل على نتيجة افضل. انا هنا استخدمت زيت اللوز الحلو وزيت الجليسرين، دول افضل زيوت لترطيب البشرة خصوصا بشرة اليدين. هنعمل مخلوط من الزيوت دي، وهوريكم الطريقة لعمل مساج لليدين عشان نخفي او نعالج بروز العروق. معلقة صغيرة من زيت لوز حلو،
ومعلقة جليسرين، وآخد كمية من مخلوط زيت اللوز الحلو والجليسرين، وأبتدي أفرك إيديا بالطريقة دي. لازم عمل المساج ده كل يوم، يعني بعد ما تخلصي شغل البيت مثلا تقعدي 10 دقايق أو ربع ساعة، وتحاولي تعملي مساج لإيديكي لغاية ما تختفي العروق. أنا عندي نفس المشكلة، وبحاول أعمل نفس الروتين كل يوم على قد ما أقدر، يعني حسب الوقت. كمان الترطيب ده بيخلصك من التجاعيد، وبيخلي بشرة ايديكي دايما ناعمة ورطبة زي ما انتوا شايفين حبايب قلبي. دي كانت افضل طريقة عشان تحافظي على نعومة ايديكي وتتخلصي من تجاعيد وجفاف اليدين. اتمنى تجربوا الوصفات دي، واتمنى حبايب قلبي تجربوا الوصفات دي، ومستنية تعليقكم. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.